السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب زايد محمد من صف الخامس اثنان من مدرسة الشافعي، واليوم سوف أقوم بتجربة المتغير المستقل والمتغير التابع. ولهذه التجربة نحتاج أكواب من الماء وسكر وكوب من الخميرة وماء. فلنبدأ. أولا سوف أضع الماء على أكواب على الأكواب. والآن نضع الخميرة. خلطة. والآن سوف ننتظر إلى 15 دقيقة لننظر إلى ماذا سيحصل. والآن وصلنا إلى نهاية تجربتنا، ونستنتج من هذه التجربة أن الكوب الذي وضعنا فيه سكر أكبر كمية سكر هو الكوب الذي نمت فيه الرغوة أكبر، والكوب الذي وضعنا نصف الكمية نمت الرغوة بشغل أقل، أما الكوب الذي لم نضع فيه السكر لم تنمو فيه الرغوة بتاتا. ونستنتج أن الخميرة كان المتغير التابع، أما السكر كان المتغير المستقل. إلى اللقاء.